في 6 اشهر هذا هما المدافع اللي انا موجدينهم ها من تاعتي وداروهم واقفين وعاد راه هنا في القنت قابض لا طبيب ولا مانيش عارف وين ومن هي ثاني اخر قابض الصحراء راه ثاني تيوم منا واقف ووقت ما غاد اخر منا واقف وانت على الماء تاع الصغار اللي غادي يستراسوا اللي غادي الاحواش راه قاعده عريانه راهم عاد واحد في يومين ولا راهم جاوا راهم يخنشوا مانيش عارف شنو يخدموا في 6 اشهر ضروك وين تراهم بيصنعوا خبرنا غير وين تراهم بيصنعوا ضروك كيف يهداه كيما هكذا في الطريق واقف والطريق خاسره وكان جيتوا نهار نوت شوفوا بعينكم كراساري ماشي لا كيما اليوم كان شفتوا نهار نو الواطا حاصلين هنا في الطريق وين ترى بيخدموا هذا الطريق هذا قالوا لنا غدوه نجو ما غادي نجو كل يوم يقولنا غدوه نجو الطريق اللي عندنا المريض هنا ما يجيش ها هو هذا عنده مريض ها وينك شوفي هذا ها هو عنده مريض الوطني ما بغاش يجي عنده احترف ان المريض الديني اللي تبات لقوه في الطريق تاع الوطن راك شوف واخا شو هذا تيو راك شوفي طالعين السما راه ما يضربوا تاع الابيب ولا مانيش عارف شنو يضرب ها راه تيو راه عندنا هذا المشروع بالك راه في 4 سنين ولا 5 كانوا بلوكي قالوا بالك كان بلوك ودركا راكو تقولوا باللي صاير رانا نديروا رانا صاير رانا نسيروا في هذو المقاولين كل واحد يجي مقاول راه جاي يجي يخدم خدمته اخويا ما يخلي حتى خدمه ناقصه البالوعات على راسهم هذه كان واحد ربع بالوعات ولا 5 تاع سيدي سمو تاع روكا كانوا طايحين فات منا المدير تاع لونا شافهم وراهم له عامل من لونا وراه قال له شوف هذه الخدمه تاع المقاول عيط له بار تليفون قال له لازم تجيب بالوعات دركا من السلام دو هذا راه يخدم بالسلام دو جابهم حطهم راها زاد عاود طرد قلت واحده هنا تسمى المشروع هذا فاشل يبناو راهم هما والطريق هذه قاعده كيما هاك في النوم ما ناخذوهاش بزاوزنا نقطعوهم برفد وقطع الوطا ما يجوناش مول الطاكسي ما يجيك ومول الخلا ما يجيك يا كان عندك مريض ما يجيوش كون ما تضربش البومبياج باه يجوك الا نهار الريح بلاك ما تسلكش بالغبره تولي نهار غبره ونهار النوم الزوجه السكاني راهم خاصي في 10 سنين وما كاش اللي عنده اللقط راهم مخلصينهم ومكملين دراهمهم وعندهم هذيك لاريتيك واللقط ما عندهمش ما عطاوهم شي ما عطاوهم ما قالهم فوتوهم للنوتير باه يكتبوا ما والو راه قاعده مع البوطويات كي راهم دايرين بالك اغلبيتهم ما يقدوش تتقدر قدره عاد نروحوا لهذ المؤسسه اللي داروها جديده في الدار البيضاء اروح ساوي لنا دي لامبارا عندنا اليوم موت علاه ما تساويهاش انتيا وتخليها قاعده كاع العام وكي تلقاها مهرسه تحاسب مول اللي قدامه حاسبه خويا هذه شهرسها هي وين راني كنت نخدم عند دارنا صورها باللي راني كنت نخدم عند الدار وراني جاي نحل تيو ها راه وينه الفانا راني جاي نحلها باه نساوها حنا مواطنين تخدم خدمه تاع دوله علاه انا مواطن نخدم خدمه تاع دوله كاين دي بوصاج في الحين ترسل العمال تاعك كاين كي نجيك انا نقدم لك شكوى دبر راسك انت مدير اروح ارسل العمال تاعك يخدموا خويا نطلبوا من السيد الوالي يجي بعينه يشوف بعينه كي يشوف بعينه ثم ينجم يقتنع دارك ما يديرش على هاد الناس اللي راهم غير يقول لها كل شيء راه مخدوم يجي يشوف بعينه رانا طالبين منه يودي يجي هنا يزورنا ويشوف بعينه الطريق راه صار لها الطريق هذيك اللي راه قبالك لها كارفاني زرع مازال قاعد فيها مازال ما بدلوش حتى الماء وهم وعدونا قالنا باللي الزنقه هذه راهم غاديين يبدلوا الماء ما بدلوش راه قاعد كارفاني زي قاعد حتى اليوم انا الناس دو السيد الوالي على الطريق والله تركب في طاكسي وتقول اديني البخرس نتحدى اي سائق اجره اللي يديك البخرس يقول لك من عند المين ما نزيدكش ويقول لك من عند الروبون ما نزيدكش هيا انا غدوه ان شاء الله كما كانت المشتا يطيح مريض بروتيكسيون سيفيل ما تدخلش لا فرق تاع جينا لا حي جينا لا والو رانا هنا رانا مغبنا يا ولادي الله فرجوا علينا ربي فرج عليكم